الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من الله سبحانه وتعالى علينا بهذا اللقاء في هذا المسجد الذي لأهله خصيصة ومزية ورد به الشارع الحكيم. ومن فضل الله تبارك وتعالى أن وفق العبد في صحته وقوته لعمل الخير كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأفضل الصدقة هي التي يجود بها صاحبها وهو في كامل قواه، لا أن يترك حتى إذا ضعفت قواه وانهارت، عند ذلك يقول لفلان كذا ولفلان كذا. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى عليكم في هذه المدينة مع قلة عدد ساكنيها من المسلمين، استطعتم وأنتم في بداية الطريق الصحيح متوكلين على الله جل وعلا، ومن توكل على الله تبارك وتعالى لن يخيب، وستنالون بفضل الله عز وجل قصدكم لأنكم توكلتم على ربكم جل وعلا. فبداية الطريق التي انطلقتم منها كان طريقا صحيحا، فبالتالي لا يخيفكم ما بقي من مبالغ كبيرة حتى يتم إقامة هذا المشروع. هنيئا لكم بهذا العمل الذي قدمتموه بين أيديكم لملاقاة ربكم جل وعلا، فالله ملاقيكم وسيسألكم غدا يوم القيامة كما في الحديث الصحيح، حينما يقول رب عز وجل: أي فول أي فلان، أكنت تظن أنك ملاقي؟ فالعبد الفاجر والكافر يقول لا، فيقول له الله عز وجل: اليوم أنساك كما نسيتني. وأما المؤمن فيسأله ربه جل وعلا: أكنت تظن أنك ملاقي؟ فيقول نعم، فيقول إذن ها هنا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقية الحديث. فيسعد المرء ويفرح ويهنأ حينما يجد هذا العمل بين يديه من جملة أعمال كثيرة قدمها العبد بين يدي ربه جل وعلا. والله عز وجل لن يظلمك مثقال ذرة، كما قال في كتابه الكريم: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الله كريم، كما أنعم على الكثير من الصادقين في بلاد أوروبا وغيرها بمساجد، ما كانوا في يوم من الأيام يظنون، ولا أقول يعتقدون، أنهم سيقيمون، لكن بتضافر الجهود وقبل ذلك الإخلاص والتوكل على الله عز وجل حققوا مرادكم وزيادة. فهذه مدينة بلدان مثلا، يعني على مرمى حجر من هذه المدينة، والحمد لله أقاموا صرحا كبيرا بفضل الله عز وجل،
كل ذلك بجهود المحسنين من أمثالكم. وكذلك في مدينة بورغوانيا كانوا يصلون الصلوات الخمس والجمعة في مسجد لا يسع ل15 طلاب، والآن له مركز بفضل الله عز وجل، مواقف السيارات فيه يعني بالعشرات، ناهيك عن بعض المرافق التي توجد داخل المركز. فهذا كان قبل سنوات، وحضرت الاحتفال الذي أقيم بمناسبة افتتاح المركز، وكان شيئا يثلج الصدر، علما أن بورغوانيا ممكن أن تصنفها في خانات القرى وليست المدن، واستطاعوا بفضل من الله عز وجل أن يقيموا هذا المشروع. ليعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ما فائدة هذا المال إذا لم تقدموا بين يديك؟ كل مال لم تقدموا بين يديك أيها العبد ليس بمال، فهو لورثتك وأنت لست ضامنا. هل يقوم ورثتك بما لم تقم به أنت في حياتك إلا من وفقه الله عز وجل لذرية صالحة تعرف أن هذا المال بسبب كد أمنه بعد توفيق الله عز وجل؟ الذي يمكن أن يكافئ أباه بإقامة مشروع خيري أو صدقة جارية، وأقل من أحوال الدعاء للأب ليس على مدار الأسبوع الأول فقط. كم منا يفقد عزيزا، أبا أو أما، أخا أو أختا، أخا في الله، عالما من العلماء، وهي أكبر وزينة كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله لا يقبل العلم انتزاعا كما في حديث مسلم، إن الله لا يقبل العلم انتزاعا يتزعمه صدور العلماء بمن لا يقبل العلم بفضل العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، في الرواية حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فموت العلماء مصيبة لا يسدها شيء ما تعقب الليل والنهار. فكم من العلماء قد ودعنا، وكم من الأحلال قد ودعنا، نبي فتأثر وبعد ذلك نساهم من أعز شيء يحتاجونه وهو الدعاء. وهو الدعاء. فالولد الصالح يدعو لك ليس على مدار أسبوع أو شهر حتى يتوفاه الله عز وجل، ولكن له ابن وهو حفيد له، وتستمر هذه المسيرة وهذه السلسلة المباركة. وليخشى الذين لم تروا من خفيه ذرية ضعافا ماذا قال عز وجل؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذا كنت من المتقين لن تضيع أنت ولن تضيع ذريتك من بعدك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليهم فليتقوا الله. فالتقوى ضمان، تقوى الله عز وجل ضمان. وأعظم التقوى أن تشكر الله عز وجل على هذا المال الذي أنعم الله به عليك. ومن أعظم أبواب شكر نعمة المال الإنفاق في سبيل الله. وأنتم تقرؤون هذا الحديث الذي خلقه مبانا لله مشكلا ولو بفحص قطات، وقطاته كنوع من الحمام حجمه صغير يوجد في الصحراء، ولو كمفحص قطات، والمفحص هو عشها وبيض الحمام الصغير، وهذا النوع من أصغر أنواع الحمام. فهذا الحديث في إشارة على الجنة، على أن الإنسان إذا كان لا يملك إلا شيئا يسيرا من المال ودفعه مع إخوانه وأخواته لبناء هذا المسجد، ولو كان هذا المبلغ يسيرا فالعمل يسير والأجر عند الله كبير، بنى الله له بيتا في الجنة. وليس المراد بالبيت في الجنة كالبيت الذي نسكنه نحن في هذه الدنيا.
فالاشتراك في الأخذ يقتضي الاشتراك في المعنى، ففرق بين جنة الدنيا وجنة الآخرة، وفرق بين حور العين ونساء أهل الدنيا، وفرق بين خمر الدنيا وخمر الآخرة، وفرق بين ماء الدنيا وماء الآخرة، وفرق بين لبن الدنيا ولبن الآخرة، وفرق بين عسل الدنيا وعسل الآخرة. ولذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن أبيه، يقول الرب عز وجل: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عسل الدنيا أن تتراه، إذا الإنسان بالنسبة للآخرة سترى عسل ما تراه مع المال في الدنيا. أعددت لعبادي، ومن الذي أعد لك هذا؟ الله جل وعلا الكريم المنان الذي يمسك السماوات على الذي يمسك السماوات على الأسبوع ويشي تقوت على الإصبع والأراضين على الإصبع والشجر والثرى على الإصبع وسائر الخلائق على الإصبع، ثم يهزهم فيقول أنت الملك، أين ملوك الأرض؟ أفنوا أعمارهم في جميع يعني الدنيا وزخارفها، ولكن أفنهم الله عز وجل. بماذا أفنهم؟ أفنهم بالموت. ولا أقصد بالملوك فقط الملوك الذين يحكمون الناس، الملوك أنت منهم. كثير من الناس في هذه الدنيا هم ملوك، ولكن يعتقد أهلهم أن الملك هو الذي يحكم ويسوس وأمره مطاع وأقواله نافذة، ولكن ما يعلم كثير من الناس أن منهم ملوكا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن كنت أملك قوت يومي ممن أنا؟ قال: أنت من الأغنياء. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان لي خادم ممن أنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت من الملوك، وزوجتك داخل البيت تخدمك وتقوم على شؤونك، إذا أنت ملك، والمرأة مأجورة على حسن تفعل هذه زوجها. المرأة مأجورة، نعم، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة المطيعة الصالحة المخبتة التي تخشى الله عز وجل وتسعى إلى ما عند الله عز وجل، تخدم زوجها طاعة لربها جل وعلا، خوفا من الوعيد الشديد. فلهذا كم من الملوك بيننا ونحن لا نشعر به لأننا لا نعرف قيمة الملوك الحقيقي. فلهذا ينبغي على الإنسان أن يتفكر في هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه. فمن تمام الشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وهي نعمة المال إنفاقها في وجوهها، كما في حديث صحيح أخرجه الإمام الترمذي في جامعه من رواية أنس: إن الدنيا لأربعة نفر، تقلب الدنيا كلها فقار أربعة الناس، ما خرجش على أربعة الناس، ما كاينش أكثر من مرة، ما كاينش خمسة بس، ما كاينش ثلاثة جوج ولا واحد، إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما أداة حصين. وهذا ما ينطق عننا، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اخبرنا الاصناف الناس في هذه الدنيا. لكن حينما يكون المرء بعيدا عن ربه جل وعلا فلا تستغرب عن ذلك ان يحصل وان يصدر منه يعني بعض الاخطاء وبعض الزلات، التي تحصل منا وتصدر منا ولكن لا نشعر مع الاسف سريعاتها. مثلا كم من الناس يقال له انفق في سبيل الله، يتحجج بحجج المسؤوليه والاولاد والاسره والان والعائله، انت من عالم ومن يعولك؟ من يعول العالم؟ من يعول هذه العوالم؟ من انت اعطاك الله سمعا وبصرا وقوه وقدره واراده؟ العوالم الاخرى اعطاها الله سبحانه وتعالى في الاشياء انما الهمها. من يرزق الحوت في قعر المحيطات؟ من
من أنت؟ من يرزق النبع في جحرها؟ من أليس هو الله جل وعلا؟ من يرزق الطير في جو السماء؟ من أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله يرزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. لكن الشبع بخوف من الفقر، لأنهم أخافون من الفقر. والفقر وإن كان قد عبر على الناس بإنيابه، لكن المسلم ينبغي أن يكون مستسلما راضيا بقسمة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو الذي بسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، يرزق لمن يشاء، يوسع على من يشاء، ويقدر على من يشاء، يضيق على من يشاء لحكمته يعلمها هو سبحانه وتعالى. فأعظم مال هو الذي قدرته بين يديك تجده بين يديك جل وعلا. كم من الناس يستعدون للعظام، يستعدون للسفر، ويملكون دوافعهم وارواحهم وسياراتهم، نعم، الى سفر سيعودون بعده ان كتب الله لهم السلامه وعادوا سليما. لكن هل تفكر في السفر الذي لا رجوع بعده؟ هل إذا سافرت إلى عالم البرزخ سترجع إلى الدنيا؟ هل إذا أمر الله عز وجل إسرافيل أن يقوم بخمسة أيام للخروج من القبور ليوم بعث من النشور، هل سترجع إلى الدنيا؟ هل إذا قضى الله سبحانه وتعالى بين العباد فريق في الجنة وفريق في السعير، هل سترجع إلى الدنيا؟ لن ترجع إلى الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع الى الدنيا. يقول وليت لو اني اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل. وليت مجرد تمني، لكن الله عز وجل سبق في علمه انه من مات مات. فاحيا بعض الاموات فقط حينما جعلهم الله سبحانه وتعالى ايه في ازمانهم. كما في بقرة في موضعين، وكما أنطق الله سبحانه وتعالى الرضيع في قصة جريج الرجل الصالح، تهم بالزنا والفاحشة، ولما وضعت تلك الزانية مولودها ألصقته بجريج ضربه الناس وهدموا صومعته ووصفوه بأشياء من العز والصفات، كما هو اليوم المصلحون في كل زمان ومكان هم متشددون وهم متطرفون وهم إرهابيون، هم لا يصلحون للاندماج ولا للعيش، لا يعرفون للسماحة سبيلا، وهكذا من تلك الأقاويل التي يقولونها ويرددونها نقلا عن أسيادهم، وإذا هم دون ذلك أن يقولوا هذا الكلام من عنديتهم. وهناك أم تطبخ في معاهد الدراسات والاستراتيجيات من أجل تحجيم أو تخزين الإسلام ودعاته وأن لهم ذلك، فما استطاع هراب بتتره وجيشه ورجله أن يقضي على هذا الدين، ولا أبو جهل أن يقضي على هذا الدين، ولا فرعون استطاع أن يقضي على هذا الدين، ولا نمرود استطاع أن يقضي على الدين، ولا يعني إرم ذات العماد إلا غير ما استطاعوا أبدا نهائيا، إنهم من عند الله جل وعلا. ولكن المعتبرين قيل انهم لا يقرؤون القران الكريم، لو قرأوه وتدبروه ورجعوا الى كتب التفاسير المعتمده لما استطاع احدهم ان يتجرأ على الله عز وجل ويزعم انه سيطفئ نور الله عز وجل. واهي من يعتقد ان هذا الدين ينصره الرجال، هذا الدين تكفر الله بحفظه، اما الرجال فسبب لا
لو نادت الأمة عن كرس أبيها وتقاعست عن نصرة أهل الدين وعن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو مشاهد فهذا إلى الله عز وجل كما في أواخر سورة الهجرة إنا كفيناك المستهزئين. من الذي كفر المستهزئين؟ ربه سبحانه وتعالى. إنا كفيناك المستهزئين لا تبالي به. فالله عز وجل يبتليه ويعاقبه بأنواع من العقوبات. أنت في نظرك يعيشون في طرف ويعيشون في لهو ويعيشون في رفاهية، ولكن العذاب الذي يعيشونه سواء كان نفسيا أو بدنيا هذا ليس إليك أن تعرفه. فالله عز وجل كفى نبيه أمثال هؤلاء المستهزئين ولنا في التاريخ عبرة. فدين الله سبحانه وتعالى منصور وباقي، ولم يأتوا نجم هذا الدين، نريد حبة من التاريخ. أفلا في نجم الإسلام؟ لا توجد، لا توجد. إبان حكم ديرمون سيكون قسام لما سقطت الشيوعية الحمراء بفضل من الله تبارك وتعالى، بقيت كرة شامخة ومساجد بمنائرها عالية وصوت الآلاف يشجن على صوت الشيوعية الحمراء. وإلا حين تسمعون في هذا العصر وفي هذه السنوات الأخيرة محنة إخوة إيغور، من هم؟ هؤلاء منا وفينا، هؤلاء من المسلمين الصينيين بفضل من الله تبارك وتعالى وباقوا على دينهم، لم يأفل نجم الإسلام في الصين، فلهذا اشتركوا أيضا وقاموا بما قاموا به من أساليب لا تموت إلى الإنسانية بسرعة مع سقوط مطبق من منظمات التي تدعي الغيرة على الإنسان أو ما يسمى بحقوق الإنسان. أين هي المنظمات بما يجري للمسلمين الصينيين وقادة أعضائهم في حدود الصين أو في حدود الهند قبل شهر في بنغلاديش؟ يعني هو الصينيون في الصورة وفي الشكل وفي الحجم والحمد لله ملتزمين بدينهم. سمت حسن تفويض للأمر لله تبارك وتعالى ولم يتنازلوا عن دينهم. ونحن في بلاد الإسلام صارت الردة عملة رائجة اليوم، ويوم تظن الردة أن يقول الإنسان أنا أكفر بلا إله إلا الله وأكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ كم من الأقوال التي يرتد بها أصحابها عن دين الله تبارك وتعالى، كم من الأفعال. وهكذا ذلك، هذا دين الله منصور، لا خوف على الدين، وإنما الخوف علينا نحن معاشر المسلمين أن نصدنا الولد وأن نركنا إلى الدنيا وأن نرجع من الرجوع الأخرى ونخسر بذلك الدنيا والآخرة. الخوف علينا أن دين الله فتكفر الله بحفظه، أما نحن في الواجب علينا فقط هو العمل. فإياك ثم إياك يا أخي الكريم أن تبخل بهذا المال الذي أعطاك هذا المال ابتداءً هو الله، ابتداءً هو الله، أنت فقط اتخذت سببك وهو السعي في طلب الرزق، ورجع طلب الرزق هو الغاية، طلب الرزق وسيلة، والرزاق هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي جعلكم من أفضل الأولى تمشوا في منابرها وكلوا من رزقه. اتخاذ السبب حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنة صحيح: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطعام. هذه الطير تغادر اوكارها في الصباح باكر، وهذا دليل على ان افضل الاوقات لطلب الرزق هو بعد صلاه الفجر. وقد ورد في حديث صحيح وكان تاجر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنشر، ورد بروايتين
إحداهما فيها كلام وليد من أهل العلم، والأخرى صحيحة مرفوعة عليها. اللهم بارك لأمتي في بكورها من التبكير، والبكور هو أن يصلي المسلمون صلاة الفجر في المسجد جماعة، أما في البيوت فالصلاة للنساء لا للرجال. أما من لم يسمع النداء وكان بيته بعيدا فلا حرج عليه أن يصلي في بيته وأن يؤذن ويقيم ويوقظ أهله معه لصلاة الفجر كما في سنن أبي داود، ويصف هو وأولاده والنساء أيضا، ثم بعد ذلك يصلي في الجماعة. فهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا جميعا. فالإنسان بعدما يصلي الفجر يسعى في طلب الرزق ويسعى في طلب العلم. العلم ورزق يناله أصحاب الإيمان العالية. أما من يأتي عليه شهر رمضان ولم يسمح حتى بقول الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس فهذا كبر عليه وعده في موته. شهر القرآن ولم يختم فيه ختمة واحدة. والإنسان اليوم لا يقرأ القرآن إلا في صلاته، ولا يقرأه خارج صلاته، ويستطيع قراءته من الهاتف، ولا يشترط له الطهارة. أما قراءة القرآن من المصحف فلا بد من الطهارة، فلا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن يمس مصحفا إلا على طهارة، إلا وهو متوضئ، وأما من قال بخلاف ذلك فقوله مرجوح. فيشترط الطهارة لتلاوة القرآن الكريم. فاجلس بعد الفجر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اجلس بعد صلاة الفجر. أذكر الله مع قومي، أذكر الله حتى تطلع الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج لصلاة الفجر لم يعد إلى بيته إلا وقت الضحى. يجلس يذكر ربه سبحانه وتعالى إلى وقت الضحى. والصحابة يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذلك يذهبون لطلب رزقه. وأعظم رزق أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى في طلبه الحلال، في طلب الحلال. لأن ما عند الله لا يمال للحرام. وإن وسع على العبد في الحرام فهو استدراج وامتلاك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا رأيت الله يعطي العبد العاصي من الدنيا ما يحب فاعلم إنما هو استدراج يستدرجه الله من العبد، حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم تلقى الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه الأمين الشديد. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا ويستيقظ كثيرا قبل صلاة الفجر، لأن وقت الاستغفار ووقت الدعاء ووقت النزول إليه، حيث يزور معظم صحيح المسلم حينما يبقى إلى السماء الدنيا حينما يبقى في الكتب الآخرة. فيقول: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ الله سبحانه وتعالى يسأل عنك: هل من سائل؟ أين السائلون؟ لماذا يسأل عنك ربك تبارك وتعالى؟ يسأل عنك لتسأل عنه. وإذا سألت عنه فإنك تسأل حاجتك فيقضي الله سبحانه وتعالى حاجتك. فما منعك ربك إلا ليعطيك، إلا ليسمع صوتك وأنت تشعر إليه وترفع يديك وتلحق في الدعاء وتثني على موقعك وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجب له؟
هل لي مستغفرين؟ فأغفر له. وفي رواية أخرى صحيحة خرج مسلم في السنن وهل لي تائب؟ هل لي تائب؟ سبحان الله. يعني في ثلث آخر النبي الله يقبل توبة التائبين. وما سر هذه الرواية؟ هناك معنى جميل لهذه الرواية. يعني ثلث الليل الآخر سهلة ثلث الليل من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق تصبح على ثلاثة. يقول إحنا الذي نعرفكم أكثر من السفر يقول إحنا يعني ثلث آخر من الليل نديروا غير السفر الأربعة نقول هو ثلاثة ونص ثلاثة. هل من تائب؟ علاج الجسم هل من تائب؟ لأن معظم من يهتك أسرار المعصية في الليل في الليل يسهرون الليالي إلى طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر ويستمرون في مضاهاة ربه جل وعلا وفي مجاهرة المعاصي وبات يسترهم الله عز وجل ويصبحون يطلعون انفسهم كما قال عيسى السلام حتى يخرجوا الامام البخاري في صحيحه كل امتي معافى الا المجاهدين احدهم يعسى ربه بينا وبالصباح يلتقي باصحابه وباقرانه فيخبرهم كيف قضى ليلته وكيف كانت ليلته ويجاهر بذلك لم يستحي من الله تبارك وتعالى الذي يراه كما قال عليه السلام في حديث ابي خرج بما تلميذ الجنه يستحي من الله حق الحياه من بين يستحي من الله عز وجل كل من يتلبس بمعصيه فهو لا يستحي من الله اذا كان لا يستحي من الله لما بارز ربه جل وعلا بالمعصيه كيف تستحي من ابيك وتسخي من أميك وأخيك ومن جيرانك وتحكم إغلاق الأبواب وتلقي السفالة وتحكم إغلاق أيضا النوافذ حيث لا يعرف أحد وتظن أنك بمعزل يعني عن مراقبة الله عز وجل جاهل من يعتقد هذا جاهل من الذي خلق الظالم هو الله سبحانه وتعالى من الذي خلق الظالم الله من الذي يسمع ذلك النملة السوداء الله على صخرة صماء الله في ليلة ظلماء الله لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى فيظن هذا المسكين جاري بقدر ربه جل وعلا وبعظمته سبحانه وتعالى انه اذا اطفا الانوار فلا احد يراه جاري وإذا ما خربت يوم بليلة والناس داعية إلى عصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. عبد الله بن سعد تسكت كما ذكر ذلك الإمام الذهبي في كتابه القيم سير أعلى النبلاء. عبد الله بن سعد تسكت سهل بن عبد الله تسكت كان رجلا من أئمة المسلمين وكان لا يمنع هذا أن يتواضع لتحليل الأطفال انتبه دابا الآن عند الإنسان غير إجازة المشاهد تبارك الرويات وتقام لنا الميلة وتركز بقوة شان المستوى ديالنا القرى البلاد المستوى ديالنا القرى البلاد والنبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة ونصحاب عمر بن سلمة سبع سنين أكثر من كل شيء لما قريت زوج أم سلمة خطبها من ابنها وعمره سبع سنين أنا كنخرج على أولادنا عرس لا يقدروا يعرفوا شو اللي يعلموا لا يقدروا يعرفوا حتى حنا كنا بحال وباقي صغير
نجني على أولادنا ويقول الناظم في هذا المعنى وينشئ الناشئ الفتى على ما كان عوده بأبواه، على ما كان عوده بأبواه. الدليل ربما يستحيل، لا تكون قصة الأم لا قصة سقط الشهادة ماشي بوحدة يتوقف الجيران على تسنين عن شيء تسنين وتسقط هكذا لو أنت لا تدري مكلفه بما تيجي شاي وكذا ومال ما قرا شيء هذا الدارج ولا ميكانيزيان ولا هي ما فيها بأس الحياة فيها على فضل من الله عز وجل ولكن ماشي دائما أن في ما الأولاد ديالنا يفشلوا في الدراسة ديالهم نعرفوا الأخطاء ديالهم ونجعلوا هذا الميكانيزيان وهذا النجار يعني مش ما باش نبرروا الأخطاء ديالهم هذا الميكانيزيان نقول فوق باش يكون ميكانيزيان وعطاه الله العقل ديال باش يكون ميكانيزيان علاش؟ لأن ماشي غير باش يكون ميكانيزيان فأعطاه الله سبحانه وتعالى باش يكون حرفي باش يكون سباك باش يكون كهربائي باش يكون مهندس صوتيات والآن دابا إلا بغيت تكون ميكانيكي في أوروبا خاصك تقرا عليها ودورة تكوينية وشوف واش تنجح ولا ما تنجحش الناس عندنا في الدار في دواغي والحرفة غير كنكتشف العطلة ديال الصيف كتمشي تعلم مع الجار ديالو ولا كذا تكتب على الميكانيزيان علاش غنختار علاش غنختار الناس على الناس تسمى الله الابي دار قالوا لي عندي الناس كذا كذا قلت خل قالوا صدق قالوا لا اجد قالوا ان لم تجد فاعلم غيرك حرفه هذا هو الاسلام علم غيرك حرفه يحتاج بها حتى لا يعيش على الناس لا يعيش على الناس أنا دور الإسلام دور الدين لأن الحمد لله رب العالمين. فسهل مع الله بالسورة تقرر المسلم الصغار ولا الخلفاء شو تقررهم العلماء الكبار المحدثين ما كانوش يقولوا لا الباقي صغار وكان الخلفاء لا من بني أمية ولا من بني العباس من الدولة العباسية كانوا كيدفعوا أولادهم العلماء يقررهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كما في الحديث المعروف ديال مالك بن الحويرث عقد دورة لمدة 20 يوما لمجموعة من الشباب 14 عام 16 عام 15 عام 16 عام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقمنا عنده تكلف بإعاشة رسول الله عليه وسلم عند طعامه وبمنامه وبمشربه وعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نار 20 قال لهم لعلكم شكرا إلى أهلكم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسوا شتت الوالدين ديالكم شتت الزوجه ديالكم وان كان المراد الحديث تعريفه عن الزوجه قال يا سيدي فعلمهم شنو غيقولوا يرجعوا للبيوت ديالهم وما يسمعون واعطاهم الاداب ديال الامام صلى الله عليه وسلم من الاداب في الاقامه ومن هو الامام وبين لهم الشروط ديال الامام صلى الله عليه وسلم حنا دابا عندنا الامامه الاقدميه لا راه هو اللي يسس الإمامة لها تحيا المسجد اللي عندنا هو تحيا المسجد لكن اللي خصو يصلي بنا أنا ما عمرتش أنا ما عندناش إمامة سيان هي يعني من شروط الإمامة الأخدامية وإلا تخدم ما تعرفش الأحكام ديال الصلاة ما تعرفش أنا ما تقدرش تقول حنا الصلاة يعني أحكام القراءة هذا هو المشكل راه كاين الناس اللي كيصلي دائما صلاة باطلة لأن ولا حنا في الفاتحة والعلم في الفاتحة ليس كالحديث في باقي الصور كما يقول أهل العلم وهو منهي عنه أيضا لكن في الفاتحة أشد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ في الفاتحة البيت فسهل بن عبد الله الدستوري سمع خوف ديال الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى ماشي بحال دابا اللي تيستحملوا بأنهم يعني واعيين وفارقين وقادزين كيبيت على المعصية وفي الصباح كيجلس القهوة مع أصحابه ويبدا يعاود يقول لك هاد الليله وفعلت وصنعت وكذا يعني القائمه السوداء ديال المعاصي والموبقات والمهلكات والعياذ بالله من الذنوب عند اهل العلم اقسام المهلكات اللي كتسمى الموبقات ندور فيها حديث ابي هريره الجن سبع موبقات وتليها الكبائر ثم الصغائر ثم الخطايا حين دابا كنقول الكبائر تنقول شي مثلا أنس بن مالك يقول إنكم لا تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهلكات
أي تكون سببا في إهلاك صاحبها وفي هلاكه. مشكل مع الأسف دابا الزمن عندنا عاجب الحال، كل واحد منا جالس معنا قادر يسأل الله سبحانه وتعالى ما الذي يحجزه؟ الخوف من الله، وهذه النعمة من عند الله. من الذي منعك في قلب بحيرة ديال العواز؟ خوفك من الله. من الذي منعك أن تذهب إلى الخمارات؟ خوفك من الله. من الذي منعك أن تتعرض زوجتك؟ من ولا تقر على ذلك؟ خوفك من الله، مراقبتك لله. من الذي يمنعك من الذهاب إلى المراكز الليلية؟ خوفك من الله ومراقبتك لله تبارك وتعالى، لأنك تعلم أن الموت يأتي بغتة، فقد يأتيك وأنت في تلك الحال، وتبعث على من تعلم ما مت عليك وقد استغفر، يبعث الله على ما تعلم رجولا، لما تمشي الشاطئ مع الريح، مرات مع الرياح، فرحان غادي بك مع الريح، زعما هذه رجولا. والله لا إله إلا غيره، ما هو إلا الخوف من الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى فقط. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والذي يخشى الله سبحانه وتعالى ولم يذهب إلى أماكن له والموبقات المهلكات فيه صفة من صفات العلماء أن يخشى. من يمنعه؟ خوفك من الله فقط. هذا توفيق من رب العزة وجل. كما قال عمر لولا القيامة ما كان غير الذي ترون. لأن الله لولا الوقوف أمام الله، شوفوا عمر شنو ولكنه الوقوف أمام الله والخوف من الله. والشيء كل واحد من قمة المسؤولين، من قمة المسؤولين إلى أدنى رجل من الرعية، والله ما إلى غيره. كنا عفوا الأساس للخشية، والله ما تجرأ أحدنا مع على معصية ربه جل وعلا. نفاخر بذلك، نجاهر بذلك، ولكن لو كنا كنعرفوا الاحاديث الوارده في هذا الامر ديال اشراط الساعه ما فعل احدنا، ما فعل احدنا. سنتعرفوا كيفاش تبردوا من الصهد والحراره تضيق علي ملابسي. هذا احنا الان جالسين في المسجد، وهذا المكيف هذا اللي خدامه، هذه ماشي نعمه، ماشي نعمه. هذه البيوت اللي عطاها الله ماشي نعمه. قرأ الله عز وجل، والله جعل والله جعل لكم مما خلق ظلالا، مما خلق ظلالا. هذه الأشجار من التي خلقها؟ الله عز وجل. لما كتكون السفر غالب الله عندنا بوني ولا غادي شي دينا بعيدا منا وكذا، كتقول الله الشجرة هذه نسخت منها في هذا الموقف هذا وكتزاد بشوية. الله شحال كتقول الشجرة كم تبقى فيها من ساعة ساعة يعني في الحال قاعد تسكت تسمعها. من الذي خلق تلك الشجره؟ الله جل وعلا. فالله جعل لك هذه الشجره ظلا ظليلا. ثانيا البيوت الغمام، شتي هذاك الغمام؟ هذا الغمام كيجي واحد الوقت كتكون الشمس ارخت خيوط اشعاعها الحمراء لافعه، فكتجي تسحب كتقول الله يتزمر لنا الحمد لله. من الله جل وعلا. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال اكنانا، الجبال مغارات سكنوا فيها الناس، كانوا يبيتون من الجبال بيوتا الهمهم الله عز وجل، وجعل فيها يعني هذه الاكنه، وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحر. شنو هي السرابيل؟ الثياب، ثياب ديال القطن، ثياب ديال الخيط. يقول لولا ولي صاحبي في السابق، من الذي جعله؟ من الذي خلقه؟ الله عز وجل. والسرابيل تقيكم بأسكم وهي الدروع في الثوب. كذلك يتم نعمته عليكم، هذه كلها من نعم الله، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، اي تسلموا لامر الله عز وجل بعدما بين لكم هذه النعم، وبين لكم ان الدين الحق هو الاسلام، لعلكم تسلمون. حتى لا تشركوا به سبحانه وتعالى. هذه نعمة من عند الله جل وعلا. أنت الآن كتقول لها الصهد، الصهد باش تعرى الماء وشدة الحرق على يد الله.
تبوا اذكر نحن نعيش ليلا ونهارا، نعيش صيفا وشتاء، حرا وبردا. الله يقلب الليل والنهار ويكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل، جعل مواسم بارده ومواسم حاره. كنعرفوا علاش هذا الشيء؟ كنعرفوا على هذا الشيء علاش؟ واش عيب الله فوق الشحر من الصحراء كاع 52؟ خصني نتفكر علاش جبت الحاره 52؟ علاش جبت 48؟ اللي كيمشيو يدفنوا في مرزوقه جوج دقائق ما يخليكش اكثر من جوج دقائق، وكل شويه حتى شويه ديال الماء ما يخليكش اكثر من جوج دقائق، ولا تتحمل غير رمله رمله فقط. انت ايها الانسان ذره بالنسبه لمخلوقاتك يا عظيم من انت. الله خلق الكرسي وخلق العرش وخلق السماوات وخلق الارض، من انت؟ من انت؟ من سؤال انت ايها الانسان الظلوم الملوم المسكين، من انت حتى تتجبر على مولاك تقول لي خرم تسب الدهر؟ من الذي يقلب لي يوما؟ ماشي هو الله سبحانه وتعالى يخرم حال سخون تعطيك عليك كون عارف هو الشعر ما يجيب ولا يتكلم الا لله الا غيره. فرق بين ان تصل في الدور الاخر، هذا يوم عصيب الله في القران، هذا يوم شديد ومعادي جدا، ولكن تسب الدهر يخرم هذا الحراره. وعاد الكلام اللي كنقولوا ما فيه ما يتشاف، وكنا كنتفكروا الحاره شنو السبب ديالها، نتوبوا لله عز وجل ونرجعوا لله عز وجل. ما يكونش من الشباب المنافقين ضاقت علي ملابسي كما قال الله سبحانه وتعالى في سوره التوبه براءه في الغزوه ديال تبوك، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجال من الصحابه الاشاوس الكمال مجموعة المنافقين لرجل خدوه، إوا كي غنخدوه، لا نقولو راه الحرارة شنو كيجي واحد يسافر في الحرارة في الصيف، تعرفو نتوما الجزائر العرب في الحرارة، وعاد الحرارة شنو تساعد باش يكثرها؟ شنو تساعد؟ هو الرملة، الرملة الصونة، الجزائر العرب ما فيهاش الشجر، فيها النخل في بعض المناطق ماشي كلشي، خصوصا المناطق اللي كانوا كيسميوها اليهود، الشجر معروف. لا في بني قينقاع ولا في بني النضير ولا في بني قريظة. قالوا جيبوا شعر وقالوا لا تنفروا في الحر. رد عليهم الله سبحانه وتعالى قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، ولكن ما قالوش لو كانوا يفقهون لكم كنا قانون تحمل لكم شو تجربوا سير تجرب فيه ما كاين مشكل، ما كملتش الاختيار سير تجرب ما كملتش اماكن العرف المعصيه. أما في العرف المعصية هي الأرض التي مر فيها قوم يعصون الله عز وجل، كما صحيح البخاري لا تدخلوا المساكين الذين ظلموا إلا أن تكونوا بالغين خشية أن يصلكم ما أصابهم. نفس عصا كان الماء بيضاء يمر على ديار ثمود وعرف أن ديار ثمود وقد عصوا ربهم جل وعلا تلقى عن ليس سنين وأسرع الفقر لأن ما عندوش شكل في الدوس إلا بهبوا. ونحن كنمشي بكامل إخواننا وبإرادتنا وفرحانين تيقول ندوز واحد النهار ونمشيو للبيكنيك دري كأننا في مسارح بشرية مع الأسف، فرحان نسجي تبقى شنو تبقى البحر غيبرد تذكر ذكر البحر هو اللي غيقول لنا هو اللي غيقول لنا وسجيرات ذكر الحرارة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار الى ربها باش تعرف الحراره علاش شنو السبب ديالها. قالوا العلماء انفلت ولا ما قالوهاش؟ قالوا العلماء نقصت جويه ولا ما قالوهاش؟ ما كانت حتى شي واحد يزكي لنا حنا الشرع ديالنا ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم علينا ولا علماء المنازل. اشتكت النار الى ربها، قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار الى ربها. الله شكت اعطاها الله سبحانه وتعالى يعني قدره على الكلام، قالت يا ربي اكل بعضي بعض يعني اكثرت يعني الاشتعال اللي فيها نعم وقودها الناس والحجاره بكثره الحراره اللي فيها وشديدات الحراره اللي فيها. ربما انتم كتعرفوا المعامل ديال الحديد كاين اخر شيء، المعامل ديال الحديد كاين الصناصير
ندير سوماسي في الناظور وكتعرفوا من حلال الكريمة احنا ندير ناقصة سرسور كمعانا احنا ندير الحديد السون هنا في طريق باش يدوبوا الحديد رناش حال في هاد ديال الألوان غير هاد اللي عندك في الدار حلها شعلها وجهيها وتشوف فيها راه هادي الديوان ما خاصها تلقى فيها ديوان وشوفها مزيان وخذ واحد مليار كبير يقولوا لا لوب ديرها وتشوف مزيان ديك النار عندك في الدار تطيب فيها غير القهوه والطاجين ياك وتسخن النباتات وديرها زوج حتى بيض زرق مغروق وزرق خفيف وحمر مغروق ولون ماضي هذه النار اللي عندها في الدار كتعمر عليها حتى يكون متابع بها وبيت يقول علينا صورة الواقعة فرأيتم النار التي ترون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون تقرأ القرآن وكان تبروش كما قال الإمام ابن عفان والله لو خشعت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا لو خشعت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا فاسألوا الله الإمام كيسر لي سور بصلة اليوم لا يتذكر نتذكر أنه معروض نتذكر قداش عنده أو عنده برنامج نور العشاء أو عنده برنامج شارع أو غير شيء عنده شيء ماتش الكورة ولا شيء حاجة بس الإمام بيت إلى الأجسام داخل الشيء عقول خارج الشيء والله الذي لا إله إلا هو تدخل الصلاة ديالك ربما تدخل وتخرج كما دخلت ولتأخذ حسنة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس اسمع لهذا الحديث نفي ليس لك من صلاتك إلا ما عقدت منها ليس لك من صلاتنا من صلاتك إلا ما عقدت لعقدتها واللي ما عقدتش يا ما عقدتش قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يدخل في الصلاة يأخذ منها شاة يسعها تمونها سبوعها سدسها خمسها ويا ربك يعني حتى تقتسع أكل بعض البعض إنك لو أكرمك رشوية فأذن الله لهذه النفسين اسمح شرط النبي صلى الله عليه وسلم نفس في الصيف وهو ما تجدونه بشدة الحر ونفس في الشتاء وهو ما تجدونه من الزمهرير شبك تخدر تترجع نفس لأن الله أعطاها تنفس جوج مرات في العام. تعرف واحد من النوع ديال المناخ اللي تسمى المناخ الصحراوي. ست شهور ديال البرد وست شهور ديال الحارة. مثال أوروبا وكذلك عندنا في المغرب في ناحية الأفول زافورا تنغير تنجدار كذا عندك تقليل الحارة. كيف ما تدري وانا على حسب اللي كنت مدرسه معك في الشركات ولا قال لي انت هاد النوع اللي هادو البعض ديالنا عندو ست شهور بدرك ست شهور ديالك دابا كي البرد اللي كتقرا هو عباره عن نفس يا جماعه طاقه نفس اكل بعضها وما تجدونه من شده الحر فكذلك هو النفس الجماعه وانت تقسم بالله كان هذا غير الحاره ما قدرتش نعس وتجي تقول لي شنو في المغرب نمشي نشوف شي بلاصه بارده نمشي نشري هذا الشاب ولا نتوما ممكن يفك في مارتيزر باش نجرب الله سبحانه وتعالى الادوات باش تخفف يقول لك لا تقدر دير هذا في 18 شهر البرد كانك في شهر واحد ولا في شهر 12 شوف سبحان الله شوف نعم الله كذلك في شهر مثلا واحد وجوج نعم تخدم السخونية في الدار ياك تخدم السخونية في الدار
وبالتالي العشق السجارة ما كانت ما كيفتمش. أتشكر ذلك إذا كان هذا من فعل جهنم نستعرف. ورواية البخاري الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة، صلاة الظهر أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر جد من فيك جهنم. فترى غير شيء حاجة غير شيء حاجة جاتك من جهنم شكت هذا الصوم كتعرفوا العام الماضي الحرائق اللي كانت في العالم اللي كانت في تركيا وكانت في الجزائر الحرائق اللي كانت في اليونان كذلك الآن وقعنا الحديث كذلك يتعرض مع الماضي تتعرض بسبب شدة الحر. أخبرت اليوم الإحصائية اليوم 239 واحد اللي مات في إسبانيا بسبب ارتفاع موجة درجة الحرارة وهي من فيه جهنم. الناس ما تعرفوا تقول بعد الجهنم. المراقبة سهل بن عبد الله التستوري كي يدرس الأطفال الصغار وكان واحد طفل بينهم رأى عليه عادة النبوغ قال كي هنا دور المعلمين المنطقين المعلمين الذي يخشى الله ويخاف الله ويعرف ان الاولاد امامك عنده ما كاينش واحد جانب ايجابي في الطفل حاول ان تنميه اذا اخطات بعض المواد وعند المواد الاخرى قويه حاول تقول له كيف مثلا مزيان في المواد كن مزيان في المواد الاخرى شجعوه من النفقه ديالك تحت مع اللجنه ولا مشي لي الحلوه في المجا والشرع إجا مصر هذا الحلوة لحد الشرطة تدريك يقول الحلوة يتهمى فيهم بس يكون واحد المجال من المنافسة. فكذلك الأستاذ ما يبقاش بك الألفاظ اللي ربما تحطم نفسية الطفل الصغير مزيان ما عليش مرة أخرى إن شاء الله غادي يجيب أكثر جبتي خمسة أربعة رجل إن شاء الله غادي تسعة ونص فتي فرحت يقول المعلمين وكذا وكذا تجيب تسعة ونص ما عليش غير خطأتي ركبت الجا ربما فهمتي كذا. سهل مع بعض السوري يحسن إلى طفل من الأطفال الذين كانوا يدرسون عندها فمجموعة الأطفال ذهبوا إلى آبائهم وإلى أوليائهم ورفقائهم. الشيخ سهل مع بعض السوري كيف اضطر علينا واحد الطفل كيف اضطر علينا واحد الطفل طبعا الدرجة في عدد الآباء هادية وأولياء الأمور جاءوا إلى الشيخ فقالوا راه الأولاد ديالنا كيشتكيو بأنك تتعامل مع واحد الطفل يعني معاملة خاصة وأنهم كيشعروا بأن هذا في واحد النوع ديال التمييز هو كيف التمييز هو الطفل كان يتيم ورأى فيه عادة الذكاء والنبوغ فكان يعتد به بغى ينزلو منزلة العلم ديالو وهذا هو الحقيقة ديال المعلم يكون في مثلة الوالد يعني بالنسبة لنا أنت تختفى بالمعلم أو المعلم. فقال لي يا عبد الله سهل مع عبد الله تسوي لي مودي أتريد أن تعرفوا أتريدون معرفة سبب تقريبي لهذا الطفل هما كانوا كيظنوا بنا غيظنوا لهم رايتي ما عنده حد أمه أرملة فقيرة لا عائلة لا شغل تختاروا فقالوا نعم قالوا إذا غدا إن شاء الله تجيبوا معكم الولاد ديالكم أن تحضروا أبناءكم ومع كل واحد منكم دجاجة وسكينة دابا الشغل ولا هذا غادي مع هاد المعلمين دابا واش هذا ولا قلنا ولادنا واش عندي العقل هذا كنقولوا علاش تفضل هاد الولد على ولادنا وتيكون واش واش عارف السبب الذي هي يلقى واحد الواحد يجي معاه ولدو ودجاجة وفروج وموس اش اللي قلت لك واحد مسكين هاد الاستاذ عنده واحد المغربية هاد الاستاذ هذا طالب في الخير خصنا عنده واحد حنا هاد اللي حماق جايين لنا اللي قرا عنده كل واحد طبعا البلدية الناس كان عندها دجاج وعندها خيار كل واحد جاب دجاجة وموس معاه كذا وديك الياسين تا هو جاب دجاجة وموس فقال لهم الشيخ قال لهم يا أبنائي ليذبح كل واحد منكم دجاجته في مكان لا يراه فيها لا يراه فيه أحد فانطلق الأطفال قالوا جات السرح وجات الشجرة وجات الدور يعني شي بيت بعدا بوها
الأشخاص كلهم المسلم والتجنب روحه. هذا تتفق بيه حسن برقي ماجه تعترف بعد مضي مدة تعترف بعد مضي مدة الجلسة جعيان ومعه وجدته لا زالت على قيد حالات السكين كما هو. فسأل الشيخ أمام الآباء أولياء الأمور أمام الأطفال قال له يا بني لماذا دجاجتك كما ذبح أصدقاؤك يعني دجاجاته؟ قال يا شيخ أنت تقول لنا أن نقوم بذبح دجاجنا في مكان لا يرانا فيه أحد؟ فبحثت طويلا فلم أجد مكانا إلا والله سبحانه وتعالى يرانا مباشرة. التفت الآباء قالوا بهذا فضل على أبنائكم بخوفه ومرافقته للبعث. إياك أن تقول يا أخي الله لا يراني، إياك ثم إياك. هذه درجة المراقبة التي استخدمناها مع الأسف لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. واعلموا اسمع الآية واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. إذا النهي الذي في نفسك باقي لا تكفي الشيء الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما تحدثت به ما حدثت به نساء ما لم تعمل أو تتكلم. شنو كنت كتقول هنا في النفس ديالك وما هضرتيش غير في النفس ديالك كتقول أنا نمشي اليوم والله تبقى هذه والله ما تبقى معايا غير واحد اللي كتبت هذه ما تزيدش معايا هي طالع وغنقول لها القول ديال الفقهاء وغنمشي مع هذيك القول اللي تيقول ان طرف ثلاث في مجلس واحد يعد ثلاث صديقات تبين مني لا تحل لي حتى تلقي حاجه جبريه هو غير بس انا صافي قطع لي اسمها ولا تسمح لي بالنفس. هذا لا شيء فيه حيث النفس تحدث نفسك بمعصيه لا شيء فيه باي شيء تحدث نفسك حتى بالكفر لا شيء فيه. علاش؟ ما لم تعمل او تتكلم غير مجرد تتكلم صح. هذا هو النعمه ديال الدين هذا. فاعلم ان الله يعلم ما في نفسك الخطرات ديالك كيعلمها الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء يعلم خائنه العيون وما تخفى الصدور. وهذه الكلمه كانت عابره كما نقول احنا مشكله ما درناش شي محاضره لان علاش كان عندي بغيت نسمي كل واحد هذا موضوع ما نخش على الإطار ديالو لكن إلا حبينا فقط حتى باش نذكركم من خلال هذه الموعظة الحمد لله وفقنا الله عز وجل بالجلوس مع شيخنا الحبيب حفظه الله وأترى كثيرا في مدحي وأنا لا أستحق ذلك لأنني أعلم نفسي كما قال الإمام مالك رحمه الله امرأ عرف قدره فأنا نعرف قدرنا أنه من طلبة العلم أنه قليل من جهود كثير لكن الحمد لله نؤمن ان ما تعلمنا ينبغي ان نبينه وان نبلغه وان لا يبقى حديثا عن الشهاده التي تحصلنا عليها او لا يبقى حديث صدورنا فهو نرجع عليها ان نبلغه بين يدي الله تبارك وتعالى. فلا داعي على الانسان المسلم اذا تعلم شيئا ان يعلمه للناس كما قال عليه السلام بلغ عني ولا ابغي. هذا من المسلم رضي الله عنه وفيه وهنيئا لكم ايها الاخوه وان كنتم ربما انتم في منتصف الطريق الحمد لله لا تخشوا شيئا فالمجيب الأغي يكمل وغفتم عنكم شر المشاريع أخرى بإذن الله. فقط أخلصوا في إنفاقكم وفي عملكم لله تبارك وتعالى. تريدون بهذا العمل وجه الله الدار الآخرة وكل عمل تريدون به وجه الله سييسره الله والله سيقيم الله لكم أسبابا يعني تؤدون من خلالها ما بقي عليكم من ديون من حيث لم تكتسبوا ومن يتق الله يجعله مخرجا فيرزقه من حيث لم تكتسبوا ومن حيث لم ترجوا ومن حيث لم تعلموا بتضافر جهود وشويه ديال التضحيه وشويه ديال الانفاق وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. شوف قال الله سبحانه وتعالى وهو خير الرازق بلا كفاقه لا مال له. صعلوك صعلوك في اللغه هو الفقيه لا مال له. كانت الزوجة ديالو كتمشي للتخبية وتسولو واش تعطي الزكاة ديال هاد الزوج ديالها
نفقان. عبد الله بن مسعود كان فقير، الزوجة ديالو كتمشي عند النبي صلى الله عليه وسلم وكتقول للصحابي اللي غيسولو كان الوالدة ديالو عندك تدخل لك انني انا مرات عبد الله بن مسعود غير سولو هل يجوز للمرأة ان تتصدق على زوجها وتوالد الصدقة لوجهها؟ وبين ما كانش عنده فلوس، ما كانش عنده المال، جاي من الحبشة. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كيبغي يبيع الناس الانفاق في سبيل الله. الشيخ يقول سيدي قل بلال يا بلال انفق ينفق عليك ولا تخشى من بدعة شيء إقلالا. عندك تخاف القيمة والله الرزق بيد الله، عندما تبتغون أنتم الرزق فابتغوا عند الله الرزق. الرزق من الله، ابتداء من الله سبحانه وتعالى. والله شوف إذا كانت عندك تظن بأن الرزق راح حضواعه وراه الله فضلك وكذا، والله لو كان المال والدنيا حضوة والله ما عندها الله سبحانه وتعالى غير المسلم ولا أخطاء أخطاء المسلم. ولكن ما دام هو فتنة وما دام هو فقط ابتلاء فاسمع الشيخ من السماء إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من أحب. اسمع الحديث هذا، عندك تقول فلان عنده كذا ما تيصلي ما تيصوم وهذا كاع ماشي كاع تاس نهائي صحيح ب40 وكذا كذا وليك تشطح تشطح وليك انت واحد يهودي زمان الحافظ بن حجر رحمه الله من علماء القرن التاسع تيشوف الحافظ بن حجر وهو اقدر قضاة، لان لا يجوز ان يقال قاضي القضاة، يقال اقدر قضاة أو يجوز أن نقول قاضي القضاة ولكن بالتقييد قاضي القضاة في فلسطين، قاضي القضاة يعني مثلا القيروان، قاضي القضاة المغرب، ما تقولش أقدر القضاة، أقدر القضاة هو الله سبحانه وتعالى. هذه اليهودية اللي تشوف الحافظ بن حجر اللي كيجي العمل ديالو العربة الخيول العربية الأصيلة اللي تستجوب العربة كاين كما نقولوا حنا من ناخذ بخطام الخيول وهذاك واحد يهودي يشوف الحافظ بن حجر من جا فترة ديالو وهذاك اليهودي كان زياتا كيبيع الزيت ففي احدى المرات قرر ان يسال الحافظ بن حجر قال له في السور هذا عالم معروف فقل يهودي قال له عندي سؤال قال له محور قال له انت اقدر قضاه وانت الحافظ بن حجر الحافظ بن حجر قال لي صحيح انت فتح عندنا اذا ذكر الفتح قال العلماء كما ذكر الحافظ في الفتح فالمراد به الاستدلال ولا فتح بعد فتح مكه لا يوجد تحت ابيم السماء كتاب يهتم بشرح البخاري بكل دقائق. هناك شروط كثيره في الصلاه والعيد وغيرها ولكن مش في هذه الحاله وكلنا في مكه. قال له ابني انت الحافظ بن حجر انت هذا وانت المحدث وكنسمع واحد الحديث هو دابا يهودي كيسمو الحافظ بن حجر كنسمع واحد الحديث بان الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. قال له الامام الحاجة قرنا عن حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا انت بهذه العربة ديالك وهذه الملابس ديالك وهذا السائق اللي كيصب بك ياخذ بك الخيول دابا انت في سجن. قال له الامام بن حجر نعم انا في سجن. قال له انا ما الوسخ اللي فيا ولا الزيوت اللي فيا وغير يعني دابا انا في الجنة الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال له اسمعني ما انا فيه من النعيم في هذه الدنيا بالنسبة لما أعده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الموحدين في القيام في الجنة هذا سجن. وما أنت فيه من ضيق وضرك في العيش والحالة رتا بالنسبة لما أعد توعد الله به نعم الخارجين عن الكسر وعن الجن هو الجنة. فهمت وفهم هذا اليهودي لعلها كان سببا في إسلامه. أنتم في نعمة
احمد الله على دينك بلال فقير ما قالش تحت الصحابه ولا ربي يغفر لي الصلاه تحتي ما عنديش حتى حاجه انا دابا ما بغاش شي واحد كيقول لي شي واحد من عليه الله يستر عليه الله يستر خير الاخ صدقني تيذكروا السنيه تيتخلق ما تيبقاش يجي للجمع علاش كنا ما نقدرناش جدا الناس حاجين هذا في ناس لا تنافس يدخلوا الصدقات ديال الايمان في درس السماء وفي الحياه الطويله وما ان شاء الله باذن الله احنا ان شاء الله نحاولوا في المستقبل باذن الله يكون لنا دور في هذه المسجد باذن الله من ناحيه اكمال باقي ما فقط على هذه المسجد حاولوا تعاونوا معكم ان شاء الله الاخوان يقوموا شي ملتقى شي مؤتمر تولوا يعني مثلا لقاءات مساجد اخرى احنا قاعدين نحمسوا نحفزوا الناس والحمد لله ما غنحفزوهم شي دار الشرع بالكتاب والسنه ومواقف ديال المرسلين ديال فرصه لله الله يعاونكم الله يسهل عليكم احنا ماشي صحاب الكوميسا ولا شعبوا ولا صحاب البورسونتاج مثلا ولا البورسونتاج احنا من المجتمع عند الله جل وعلا اللي احنا سينا غيسالي اللهم اغفر الله عن سيدنا ما كنطلبوا لا بورسونتاج ولا صغيره ولا علم تعاون معكم لله عز وجل وهذا المركز هذا غيكون لكم حجه بينيه لله عز وجل شتي على هذا المركز ومات والله يعني انا اقول له كن مطمئنا غير جوج شهور يكون فيه ان يكون المال الذي استخدمته لهذا الشيء مالا من كسب قليل الحلال اول حاجه ثانيا ان تستغني بنفقتك وجه الله سبحانه وتعالى جوج حوايج باش تقبل من النفقه الكسب الطيب ثاني تفتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى اما قدام الناس وقلتي خمسه ولا عشره ولا ثلاثه هذا جائز من الناحيه الشرعيه وان شاء الله يمكن يكون شبه مواضيع اخرى في المستقبل. اسال الله العظيم رب العالمين ان يجعلني واياكم ولازم ملتزمين من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعلنا بفاتحة الخير وغالقا للشر، استطعت الجنة المباركة في هذه الجماعة. نساء ورجال الشيبة والشباب الله عز وجل ان يجعلكم مفاتيح الخير ومغلقة للشر فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه هنيئا لكم هذا الخير واسال الله عز وجل ان يكون هذا المشي سببا مباشرا لكم في الحصول على كرم الله عز وجل وهو قسم في الجنه اسال الله عز وجل ان يجزيكم خير الجزاء وأن يشرح الله صدوركم للإنفاق في سبيل الله. وهو ولي ذلك والقادر عليه. وأعطي العليا اليوم 16 يوليوز ياك العليا ربما في 15 يعني دي الحجة أن هذه الجهة العليا كلنا تكون على يقين ستصبح في خبر الكلام وعندنا تجارب بإذن الله مراكز أوروبا فاتت عليها مليون بالملايين وقضية من المركز في هولندا ماشي بحال ايطاليا ايطاليا باقي بالخلاف غير المانيا وغير هولندا قال المركز ب 4 مليون و 5 مليون الترجمة تاعهم حساب تكون 600,000 والحمد لله تشوفهم دائما عندهم فائض وفر راس الله يغفر لكم يا ربي الله يسهل هذا الامر على اخركم الله يبارك لكم فيما بينكم اصبحت ان يؤلف من يقول لكم وأن لا يجعل الخوف بالفرقة إلى قلوبكم سبيلا. صلى الله عليه وسلم أن يعصمكم من كيد الشيطان ومن كيد ومكر الشياطين الجن والإنس كما اختاره لا اختاره الله. انظروا في سبيل الله توكلوا على الله ابتغوا ما عند الله ولا تلتفتوا ولا تتراجعوا وكونوا يدا واحدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على سواهم. فالله يبارك لكم في جماعتكم وفي اخوتكم وفي اولادكم اسال الله عز وجل ان يحرم وجوهكم في النار واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ما كان في هذه الكلمه من صواب فمن الله يحتاج الى شيء وما كان في من خطا فمن النفس ومن الشيطان والله ورسوله الكريم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
deserve our love.